على مدار 27 عاماً استطاعت أن تترك بصمة واضحة في الميدان التعليمي وأن توظف ما تعلمته في دراستها الجامعية والدراسات العليا ورسالة الدكتوراه في خدمة مسيرة العلم والتعليم في دولة الإمارات. تبنت منصة ألف للتعليم، وذلك انطلاقاً من إيمانها بدور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تحفيز التعلم. الدكتورة عائشة اليماحي، مستشارة مجلس إدارة ألف للتعليم، تحدثنا عن مسيرتها في هذا القطاع. بدأت رحلتي في قطاع التعليم منذ أكثر من 27 عام عندما تخرجت من جامعة الإمارات كمتخصصة في مادة الرياضيات، وبدأت رحلتي بكل فخر كمعلمة لمادة الرياضيات. بعدها ترقيت لأصبح موجهة لمادة الرياضيات، حيث أشرفت على آلاف من مدرسين الرياضيات ودربت الكثير من المدرسين الجدد. بعد ذلك ترقيت لأصبح مديرة مدرسة، وخلال عملي كمديرة مدرسة تلقيت منحة دراسية وتوجهت لنيوزيلندا لأدرس الماجستير في جامعة ماسي يونيفرسيتي. بعد ذلك، بعد أن عدت من دراسة الماجستير، التحقت باليونسكو وهي المنظمة الدولية للتربية والتعليم لمدة عام واحد، ومن ثم عدت لأعمل كمديرة مدرسة في أبوظبي التي بدأ من خلالها تطبيق منصة ألف للتعليم. بعد أن طبقنا منصة ألف للتعليم جاءني شغف لدراسة الدكتوراه، وكان شغفي حول بحث أثر الذكاء الاصطناعي على التعليم. دكتورة عائشة، حدثينا أكثر عن ألف للتعليم. منصة ألف للتعليم يعني تحتوي على خمس منصات في منصة واحدة، ففيها منصة للطلبة تقدم لهم فيديوهات تحفيزية، ألعاب تعليمية ترتبط وتعتمد على الذكاء الاصطناعي. هناك أيضا منصة للمعلم خففت الكثير من الأعباء على المعلم، يعني الدروس جميعها جاهزة محضرة، تقدم تقييمات لحظية عن أداء الطلبة، هذا بالنسبة للمعلمين. هناك أيضا منصة لقيادات المدرسة وإدارات المدرسة تقدم لهم بيانات لحظية عن كل صف وكل طالب وكل مدرس. كذلك هناك منصة لولي الأمر، لولي الأمر أيضا تطلعه على أداء أبنائه بشكل لحظي. كذلك هناك يعني داشبورد للقيادات العليا لمتابعة أكثر من مدرسة، فهي يعني أكثر من منصة في منصة واحدة. حتى منصة المعلم حقيقة هي أكثر من منصة، فمنصة المعلم يعني تحتوي على منصتين، منصة ألف اللي هي تقدم الدروس، وألف أكاديمي تقدم تدريبات للمدرسين. دكتورة عائشة، في الحديث عن الذكاء الاصطناعي، كون منصة ألف تستثمر في الذكاء الاصطناعي بشكل عام، اليوم لدينا تشات جي بي تي الذي أحدث ثورة في عالم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. يعني الطلبة لديهم اليوم بكبسة زر يمكنهم أن يبحثوا عن مقالات، عن صور بدقة وإيجابية وبطريقة مفصلة تماماً كما حال البشر. فهل هناك تهديد مثل تشات جي بي تي لمنصة ألف بشكل عام؟ بالعكس، يعني شات جي بي تي هو جزء واحد، تطبيق واحد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، فهو يعني يستخدم أو معلومات سابقة يولد منها معلومات جديدة. هو لن يكون، بالعكس هو أصبح خاصية من خواص منصة ألف للتعليم. يعني بدأنا وضع قوانين، لأن إذا تركنا الشات جي بي تي كما هو قد يقدم معلومات خاطئة للطلبة، فبدأنا يعني نطبقه بشكل تجريبي مع بعض الطلبة لوضع ضوابط للشات جي بي تي. التوازن بين الحياة العملية والاجتماعية ودور المرأة في مجال التعليم وكيف ساهمت في تطوير الأسس التعليمية المختلفة، مواضيع حدثتنا عنها الدكتورة عائشة اليماحي بناءً على خبرتها المكتسبة عبر السنوات.
لنتحدث قليلاً عن دور المرأة. إذا كنا نريد أن نقارن في السابق، كانت الصورة النمطية للتخصص المثالي للمرأة هو التدريس، كونها أسهل مثلاً طريقة بالنسبة للإجازات. إذا كان عندها أبناء ستكون أيام العمل مشابهة تماماً لأبنائها. فهل ما زالت هذه الصورة النمطية موجودة حتى الآن؟ شوفي، ربما هذه الصورة النمطية عند البعض، لكن احنا في دولة الإمارات الحمد لله المرأة أخت الرجل منذ يعني القدم، منذ أجدادنا وأبائنا. واليوم بالعكس، يعني المرأة في دولة الإمارات بالذات تلاقي الطيارة، المهندسة، يعني المرأة دخلت في قطاعات حساسة جدا. ويمكن كان يظن البعض أنها هذه لا تصلح إلا للرجال، مثل هندسة البناء مثلا. أنت دكتورة عايشة، كيف توافقين بين حياتك الخاصة والحياة العملية؟ لابد أن نتعامل مع تنظيم الوقت بذكاء، لابد أن يكون هناك وقت للأسرة، للأبناء، ونتعامل بالكيف وليس بالكم. يعني أحياناً ساعة من العمل أو ساعة من الجلوس مع الأطفال بدون هواتف يعني قد تغني عن ساعات. يعني أحياناً تلاقي العائلات جالسين مع بعض ولكن كل واحد على الهاتف. لابد من التوازن الذكي في هذا الموضوع، يعني هذا لي ولكل امرأة. أنا حتى من خلال السوشيال ميديا أو وسائل التواصل الاجتماعي أحاول دائما أقدم من خبراتي ليستفيد منه الكثير من المجتمع، يعني عن طريق مثلا تنظيم الوقت، فيديوهات توعوية للطلبة، فيديوهات توعوية للمعلمين، لكي تصل لأكبر عدد من الفئة أو الشرائح المجتمعية. على المستوى الشخصي والعائلي، يعني أنا وزوجي دائما ندعم بعض الحمد لله. سافرنا نيوزيلندا مع بعض مع 4 أبناء، درسنا ماجستير مع بعض، تعاوننا في الدراسة وتعاوننا كذلك في أعمال المنزل. كذلك عندما درسنا دكتوراه درسنا أيضا في نفس الجامعة مع بعض، ساندنا بعض. فوصيتي لأي امرأة ولأي رجل أن يتشاركوا دائما، تكون حياتهم تشاركية، يتشاركوا النجاحات مع بعض. يعني كم كانت سعادتي عندما تخرج من الدكتوراه. كذلك حتى الأبناء يعني يضعون قدوة لهم. يعني أنا من يومين سمعت من ابني وبنتي كلمة حقيقة يعني أثرت في أنا شخصياً، أني أنا في عام كذا سأصبح دكتورة، وابني كذلك أني أنا بيكون عندي PhD. فقلت لهم ليش هالطموح؟ قالوا نحن نخجل من أنفسنا لما يكون عندنا أو نصل للدكتورة وأمنا وأبونا دكاترة. هذه رسالة تحفيزية لكل أم دكتورة عايشة، كل أم أنها تكون قدوة لأبنائها. أخبرينا قليلاً عن التحديات أو الصعوبات التي واجهتيها لتصلي إلى مستشارة مجلس إدارة ألف للتعليم. الحمد لله، يعني وصولي لهذا المنصب يعني لم يكن نتيجة لتحديات، بالعكس كان نتيجة لتطبيق المنصة ولدعم تطبيق المنصة ونجاح تطبيقها، بداية في مدرسة واحدة ومن ثم أشرفت على تطبيقها في 10 مدارس، ثم أشرفت على تطبيقها في 57 مدرسة، ومن ثم بعد أن توسعت على مستوى الدولة طبعاً انتقلت مباشرة للعمل كمستشار لإدارة ألف للتعليم، للإشراف ليس على تطبيق المنصة وإنما على جميع الأعمال في المنصة. رسالة أخيرة، ما هي أمنياتك في المستقبل؟ أمنيات لم تتحقق بعد. سؤال صعب. يعني ربما أمنياتي في المستقبل يعني أني أشوف أبنائي يصلون لأعلى مستويات من النجاح. يعني هذه الأمنيات اللي فعلا لم تتحقق بعد، لكن على مستوى الوظيفي الحمد لله أنا وصلت يعني لمستوى أعتبره رائع جدا. يعني الطموح والأهداف لا تتوقف أبدا، يعني هناك طموحات على المستوى الشخصي وعلى المستوى المهني كذلك، ويمكن هناك يعني طموح أو أمل يعني أعتبره شخصي وهو مهني في نفس الوقت. أتمنى أني أشوف
ألف للتعليم منتشرة في جميع دول العالم. يعني اليوم الحمد لله ألف للتعليم موجودة في دولة الإمارات، غطينا كل المدارس الحكومية، غطينا الكثير من المدارس الخاصة، أيضا هناك الكثير من مدارس في الولايات المتحدة الأمريكية تطبق منصة ألف، في أندونيسيا، في المغرب. لكن تمنياتي أن ألف للتعليم تصل لأكبر عدد من دول العالم بإذن الله. فدائما المرأة إذا وضعت لنفسها طموح معين أو هدف معين، المفترض أنها تحاول تنسق ما بين بيتها وما بين العمل هذا لتصل إلى طموحها وأهدافها، هي يكون لها كيان ووجود في المجتمع. طب ما هي رسالتك للمرأة اليوم؟ ادعميها في كلمة. أتمنى لكل امرأة أن تضع هدف وتسعى لهدفها وتحققه بإذن الله وتثبت وجودها، لأن قادرين الحمد لله يمكنها الوصول. أكيد.